ربي إن شاء الله يرفع علينا هذا البلاء والوباء ويكفينا شر الأعداء إن شاء الله. آمين. ربنا يعطينا الصحة والعافية. مع ربي يعينهم على ما يبذلونهم في سبيل باقية الأبناء إن شاء الله. آمين. ومزيدا من الجهد مزيدا من المثابرة ربي يعاونهم. بارك الله فيكم. السلام عليكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. بارك الله فيك الشخصية. الله يحفظك ان شاء الله من جيد. بارك الله فيك.